خلينا نبدأ يا دكتور بلمحة تاريخية كده للظروف والملابسات اللي كانت موجودة وقتها. هو طبعا بالفعل حسب ما أشرت في التقديم هي لحظة تاريخية خالدة في حياة مصر التي أعلن فيها الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة القناة. بطبيعة الحال إذا أخذنا الملابسات على الصعيد الإنساني فيمكن القول بأن مصر استعادت ما قدمه أبنائها وأبائها وأجدادها في تضحية كبرى لحفر قناة السويس. يعني كأن مصر بتستعيد أرواح شهدائها الذين حفروا القناة. الأمر الثاني هو استعادة الكرامة المصرية، لأن قناة السويس منطقة القناة، يعني بورسعيد، إسماعيلية، السويس، المنطقة دي كلها مع قناة السويس حرم لقناة السويس التي كانت شركة إنجليزية فرنسية رغم أنها مصرية، ولم يكن لمصر فيها إلا أنها موضع عبور، ليس إلا لأن بعد بيع أسهم قناة السويس فعهد الخديوي إسماعيل في ملابسات تاريخية لا داعي للخوض في تفاصيلها أصبحت مصر مجرد معبر ليس إلا، ويعود عليها الفتات من صافي الأرباح، يعني صافي 6% من صافي أرباح شركة قناة السويس، يعني الفتات من فتات الفتات. لنا أن نتخيل حين أقول أرباح أن شركة القناة قبل تأميمها استعادت فرنسا وإنجلترا حوالي 60 ضعف ما قدموه من مساهمات في رأس المال. يعني تخيلوا المسألة إيه. الأمر الثالث أن شركة القناة كانت أشبه بدولة داخل الدولة. صحيح. بمعنى أنها كانت قاعدة عسكرية في الإسماعيلية للحلفاء، وهذا نعرفه جميعا في الحرب العالمية الثانية، وميدل إيست سبلاي سنتر اللي هو مركز إمداد وتموين الشرق الأوسط. فالمسألة لم تكن شركة القناة مجرد ممر ملاحي جغرافي يخدم العالم ككل، وإنما أيضا هي قاعدة استعمارية لدول الحلفاء. الأمر الرابع طبعا أن مصر مهما قلنا بأن هناك حركة وطنية وثورات لم تكن قد نجحت بعد في استعادة استقلالها. جميل. إلا بعد تصفية آخر رموز لهذا الاستعمار. الأمر الخامس، يعني وآسف للإطالة لكن المشاهدين خاصة من الشباب يعرفوا الملابسات. الأمر الخامس هي تلك المعركة الاقتصادية الدولية لإنشاء السد العالي والعجز عن التمويل والرضوخ أمام شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونحن نعرف ما هي الجهات الممولة للصندوقين النقد الدولي وصندوق النقد الدولي وما اشترطوه من شروط كانت يعني أقول مذلة ومهينة ومجحفة وسيئن منها الشعب المصري وسيئن منها الحكومة المصرية، ورمز للسيطرة الأجنبية والرأسمال الأجنبي، الأمر الذي سيأباه جمال عبد الناصر ومصر قد يعني الخارجة لتوها من تأميم بنك مصر ومقدمة على حركة تحرر كبرى، ومن ثم تتحرر من الرضوخ للرأسمالية الأجنبية والاستعمار الأجنبي. الأمر السادس ويعني اللي هو رمز الكرامة بقى. صحيح. أن دولة من دول العالم الثالث كانت خاضعة للاستعمار أن يقف زعيمها بهذه القوة والصلابة ويعلن تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية. التأميم هنا يعني أنك تتحدين وأنك تتحدى أكبر قوتين عظميين في العالم آنئذ قادمين على مدى 300 سنة. كان عندي سوبر باور بريطانيا العظمى قوة رقم واحد وفرنسا القوة رقم اثنين. أي نعم بعد الحرب العالمية الثانية سيتراجع مكانة القوتين لحساب صعود الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهما كانتا حتى هذه اللحظة هما القوتان الاستعماريتان الأكثر سيطرة على أغلب دول العالم.